مشاهدينا دعونا نستقبل مباشرة من قطاع غزة بالكاتبة نيروز قرموط. نيروز صباح الخير وأهلا بك في يوم جديد. صباح النور، أهلا فيكم. صباح الخير يا نيروز، ومبروك عليك هذا الانتصار حقيقة الثقافي، وهو انتصار لك طبعا ولفلسطين ولدولنا العربية. يمكن منذ أيام قليلة وأنت عدت إلى قطاع غزة بعد المشاركة في مهرجان أدنبرا الدولي للكتاب، حدثينا عن الأجواء، كيف كانت هناك؟ نعم، أولا مبروك لفلسطين، مبروك لكل أبناء فلسطين وبناتها، مبروك للثقافة الفلسطينية التي تستطيع رغم كل محاولات إقصائها إلى أنها تستطيع أن توصل صوتها على الدوام. ما تحدثت عن التجربة فكانت تجربة جدا مؤثرة، وكانت أجواء الاحتفال يشوبها نوع من التفاعل الذي أثر بي الكثير، لأنهم كان هنالك عدم تأكد من أنني قد أستطيع الوصول أم لا، ولكنني وصلت أخيرا. كان هنالك ذلك التفاعل، ذلك الإنصات والإصغاء لكل كلمة أقولها عن تجربتنا كشباب فلسطيني، كشعب فلسطيني يعيش هذه الولاد من الحصار، من الاحتلال، إلى أنه يستطيع أن يقدم نفسه كإنسان، كمثقف، حصيلة كبيرة وتراكمات من القدرة على تشكيل لوحة فنية تعكس صورة الشعب الفلسطيني. نيروز، وزارة الداخلية البريطانية رفضت منحك تأشيرة الدخول للمشاركة في المهرجان والمسابقة، يعني وتراجعت بعد ضغط إعلامي كبير، احكي لنا كيف صار هذا الشيء؟ كانت عملية معقدة جدا. أول مرة تقدمت للحصول على الفيزا البريطانية كان خلال شهر أبريل، نعم، ولكن تم رفضي لمرتين، وبعد ذلك تدخلت شخصيات عليا من البرلمان الاسكتلندي، من رئاسة مكتب الوزراء الاسكتلندي، القنصلية البريطانية بالقدس، جميعهم تكاتفوا من خلال مناشدات منظمي مهرجان أدنبرا الدولي للكتاب من خلال مديرها السيد نيك بيرلي، وله كل الشكر والتحية، ومن خلال ناشري صاحب دار النشر البريطانية كوما بريس، الذي بذل جهدا عاليا لكي يوصل الصوت الفلسطيني في هذا المهرجان من خلال قصته الأدبية. كان هنالك معيقات، كان هنالك أسباب للرفض لم أقبل بها أبدا، ولكن تم استدراك ذلك لاحقا وتم قبول التأشيرة، ولكنها وصلت متأخرا مما جعلهم يعيدوا جدولة موعد آخر على شرفي في 23 من آب الماضي. وشكرا للدولة المصرية التي استطاعت أن تدخلني إلى أراضيها ومن ثم عبر مطارها إلى لندن بوقت قياسي. طيب خلينا نتحدث شوية عنك يا نيروز، يعني منذ متى وأنت تكتبين، أو متى أول مرة كتبتي فيها، وكانت الظروف يمكن في قطاع غزة الظروف تعتبر كسلاح ذو حدين، في بعض الأحيان تقف عقبة أمام الإنسان للانطلاق طبعا، ومرات أخرى تكون بالعكس، يعني تخلي الإنسان يتحدى هذه الظروف وينجح. صحيح، طوال عمري أنا أحب الكتابة كهواية، ولكن لم أكن أمتهنها، كانت هنالك لي اتجاهات علمية أخرى، ولكن منذ عام أو نهاية عام 2008 كان لي بداية بكتابة المقال السياسي والاجتماعي والأدبي من خلال ما عصف بالنسيج الفلسطيني من انقسامات أثرت بي الكثير، لأن روايتنا الوطنية كانت قد جذرت بي وجعلتني جدا أؤمن بتاريخي الفلسطيني وبعناويني العريضة التي تأسست عليها. ذلك أثر بي الكثير وجعلني أحلل وأدقق بكثير من تفاصيل حياتنا اليومية، وأحاول أن أوجد لي وجهة نظر بما يحدث، وبدأت بكتابة المقال، استمريت بكتابة المقال حتى عام 2014، وهنا كانت بداية
تحولي نحو كتابة الأدب، وبدأت بكتابة القصة القصيرة من خلال مشاركتي بكتاب غزة. نعم. ومجموعة من القصص القصيرة لعشرة كتاب من هنا، وشاركت بقصتي عباءة بحر، وكانت أول قصة قصيرة لي. كنت مترددة بداية أن تتحول مرة واحدة من السياسة إلى الأدب، أن تعصف بمشاعرك تفتتها. نعم. ولكن نعم. نجحت، تقدمت بالحديث عن إنسان غزة، عن بحر غزة. تخيلت تلك العباءة السوداء، تخيلت البحر إنها غزة تتوسل الحرية، ومن هنا جاءت فكرة أن يكون هنالك كتاب كامل بعنوان عباءة بحر، وقصة عباءة بحر أحد هذه القصص التي الكتاب سيكون مكون من 14 قصة. نيروز، يعني أنت من العائدين لقطاع غزة في 94، يعني رجعت لحتى تكملي تعليمك، وقدمتي عدد من الأنشطة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة، وعززتي دورها القيادي. كلمينا أكثر عن هذا الموضوع، وليه اخترتي أن أنت تعودي فعلا لقطاع غزة؟ الفلسطين دوما يريد أن يعود. مظبوط. دوما يريد أن يعود إلى أرضه. كان طبعا أنا عدت مع عائلتي، والدي كان مبعد لسنوات طويلة خارج الوطن، ربما زرع مني في مخيلتي مخيلته عندما كان يتحدث لي عن بيارات البرتقال، عن رمال البحر، عن عائلتي الممتدة. ربما هذه المخيلة التي كنت دائما أتخيلها وأنا بالخارج جعلتني دائما أحاول أن أرى وطني عندما كنت خارجه، وطني عندما عشت بين أفراده. نعم. هذه المقاربات وهذه المقارنات هي ما جعلت لك حصيلة قوية حتى تتحدثين أكثر عن أدب هذا الوطن. ولكن نعم، أكملت تعليمي هنا، ولكن ربما السبب الرئيسي أنني عدت إلى غزة هي كي أعود مع عائلتي الصغيرة. نعم. عقب اتفاقية أوسلو. ولكنني هنا، وهذا ما تحدثت عنه، أريد أن أشير في المهرجان، أنا لم أتحصل على هوية فلسطينية وجواز سفر لسنوات عديدة حتى عام 2009. نعم. عقب المحادثات التي كانت ما بين السيد أبو مازن ورئيس الوزراء السابق هود أولمرت، وهذا منعني من السفر لعدة دول. أسباب، وكان هنالك كثير من الأحلام التي أريد أن أحققها، ولكنني منعت في ذلك الوقت. وماذا حدث بعد ذلك من إغلاق للمعابر وحصار غزة؟ فكان عندما تحدثت في المؤتمر أنني لم أخرج من غزة منذ عدت من 94 لم يصدقوا، وكان هنالك تصفيقا عارما. هل أنت نعم. على هذه الهيئة بعد كل هذا الحصار لسنوات طويلة؟ نعم، الشعب الفلسطيني قادر دوما على أن يصمد، قادر دوما على أن يقدم نفسه بأفضل صورة، ولربما نحن نمتلك من حصيلة التجربة ما لا تمتلكه شعوب أخرى. مظبوط. وهل ستتوقفين هنا يا نيروز؟ يعني يمكن مجموعتك الأخيرة اللي أنت عملتيها عباءة البحر حاصلة على جوائز يمكن أخرى في العام الماضي غير المهرجان اللي أنت شاركت به، لكن ماذا في المستقبل؟ صحيح، سأستمر طبعا، لا أعلم كيف سأستمر، ولكنني أقول أن الأدب إحدى أدوات الفن، وأنا دائما أقول أن الفن يتفوق على المحيط، الإبداع يتفوق على المحيط رغم كل الظروف الصعبة المحيطة. لذا أي شكل فني ثقافي تتخلله فهمي، أو يتخلله فهمي السياسي، فهمي الاجتماعي لمجتمعي، لن أتردد في تقديمه بأي صورة كانت. طبعا سأستمر. الأدب بيرفدك بالحياة، يمكن الحقيقة الوحيدة بالحياة هي الموت، بس لما منموت بيبقى الأدب، بيبقى أنا وإنت بالأدب نحكي بطريقة حيادية، بخلي يمكن رواية التاريخ أكثر صدقا من المؤرخين. أكيد طبعا نيروز، يعني أنت بإصرارك وإرادتك قدرت توصلي رسالة للعالم كله أنه على أرض غزة في دائما إرادة وإصرار، وفي تميز، وفي أشخاص محبين الحياة ومحبين الأدب، ودائما عندهم تفاؤل رغم طبعا الظروف المفروضة عليهم. نيروز، طلتك كانت كتير حلوة علينا بيوم جديد، احنا بنتعلم منك أكيد، ومبسوطين بحضورك، وإن شاء الله كل التوفيق إليك، ويا رب توصلي لأبعد مما تتخيلي. شكرا كثير لك نيروز، وكنتي شرفتينا على يوم جديد من قطاع غزة. شكرا لاستضافتكم. شكرا.